بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في انطلاقة الشوط السادس للأبكار الثنايا المهجنات. على بركة الله بدأ هذا التحدي، بدأ هذا الصراع، بدأ هذا الانطلاق. لنبدأ مباشرة مع الصدارة ليتابع مقدمة الشوط منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. يقدم لنا منصورة مع الصدارة ومع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والحاضرة. تابع حرب أحمد بن سعيد بالمرة السبوسي، يقدم لنا حرب مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والحاضرة عوايد عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي، هو القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور والقدوم القادمة في هذه اللحظات، أحضرت اقتحام سعد بن عنزان العنزان النعيمي، هو القادم في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس القادمة صبا عبد الله بن سعيد بن سلطان الشامسي، يقدم لنا شعاره. وأحضرت أيضا مع المركز السادس أتابع القادمة والحاضرة هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، هو القادم في هذه اللحظات. بينما المركز الثامن الحضور والوصول أحضرت بروج سيف بن محمد بن علي بن فرج العرياني، هو القادم. بينما المركز التاسع أتابع القادمة والحاضرة، أتابع في هذه اللحظات الذيبة سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي، هو القادم. المركز العاشر أتابع القدوم والحاضرة في هذه اللحظات كحال سعيد بن أحمد بن سلطان المنصوري، هو القادم. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء، للعشرة النجوم. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث الانطلاق، حيث التحدي. منصورة منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يقدم لنا شعاره. يحتل الصدارة في هذه اللحظات، يقدم لنا منصورة منصورة مع المركز الأول ومع الصدارة. تقود الأبكار الثنايا في هذا الانطلاق الكبير وهذا الانطلاق المميز. بينما القادمة والحاضرة أتابع حرب أحمد بن سعيد بالمر السبوسي، هو القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع عوايد عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي، يقدم عوايد في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القادمة والحاضرة.
المركز الرابع في هذه اللحظات، والحاضرة بروج سهيب بن محمد بن علي بن فرج العرياني يقدم شعاره. المركز الخامس القادمة صبا عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي قادما بشعاره، والحاضرة مع المركز السادس القادمة والحاضرة. أتابع هذه الأسماء وهذه الشعارات، أحضرت وتقدمت هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، وأيضا القادمة أتابعك حال سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري هو القادم في هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. أيضا القادمة الذيبة هي القادمة، سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يقدم شعاره، بينما المركز العاشر القادمة اقتحام سعد بن عنزان العنزان النعيمي هو القادم في هذا التحدي الكبير. نعود من جديد بعد النداء الثاني إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، إلى منصورة 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 مع المركز الأول في هذه اللحظات بقيادة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدمها مع الصدارة ومع المركز الأول بهذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير بشعارك يا الشامسي، الشعار الذي لا يخفى على الجميع شعار منصورة. بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة وتابع حربة هي القادمة، أحمد بن سعيد بالمر السبوسي يقدم لنا شعار حربة حربة مع المركز الثاني، تتقدم بشعار في هذه اللحظات أحمد بن سعيد بالمر السبوسي. المركز الثالث القادمة بروج سيب بن محمد بن علي بن فرج العرياني هو القادم، بينما المركز الرابع أتابع هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي هو القادم، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هجر مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور والوصول، أتابع القادمة صبا هي القادمة، عبد الله بن سعيد بن سلطان الشامسي يقدم شعاره ويقدم صبا، صبا هي القادمة، هي القادمة في هذه اللحظات صبا صبا، وأيضا القدوم الذيبة هي القادمة، سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يقدم لنا شعاره قادم بكل قوة. أحضرت الأسماء وأحضرت الشعارات، والقادمة عناوين محمد بن ناصر المشيط المري هو القادم في هذه اللحظات مع عناوين، أيضا بن رشيد قادم، والقدوم من الظبي علي بن سالم بن علي الدرعي. بدأت المعركة يا إخوان، بدأ الصراع، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، منصورة منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا شعاره ويقدم منصوره مع الصداره ومع المركز الاول. ما زالت تتحكم بالثنايا الابكار مع المركز الاول ومع الصداره، حربه قادمه حربه حاضره. احمد بن سعيد بالمر السبوسي هو القادم مع حربه، وحضرت ايضا بروج سيب
بن محمد بن علي بن فرج العرياني هو القادم والقادمة هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي. الله على هذه المعركة، الله على هذا التحدي. الفوز وين؟ ما بين حرب، ما بين منصورة، ما بين هجر. الله يا هذه المعركة، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. حرب غيرت واستلمت زمام الأمور. أحمد بن سعيد حرب مع المركز الأول في هذه اللحظات. أحمد بن سعيد الجنابي يقدم حرب في هذا الانطلاق وهذا التحدي مع حرب، حرب مع الصدارة، حرب مع المركز الأول. ولكن بن حضيب قادم مع هجر. أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي يقدم لنا شعاره، قدم لنا هجر. هجر هاجرت إلى الفوز، هاجرت إلى الناموس. هجر يا بن حضيبة يقدم لنا شعاره، يقدم هجر. وحرب قادمة، حرب قادمة بشعار الجنابي وأيضا منصورة. والقادمة مبشرة سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن على هجر وأداء هجر الكبير بن حضيبة وشعاره. أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي هاجر إلى الفوز، هاجر إلى الانتصار. سلام يا السوان، سلام، سلام للسوان بن حضيبة وهجر. تهانينا والناموس. المركز الثاني شعار بن رشيد. أوصلت سلام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الرابع أوصلت حربة أحمد بن سعيد بالمر الجنيبي. والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس مبشرة سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. إذا تهانينا والناموس لمالك هجر. هجر هاجرت إلى بوابة الانتصارات والنواميس بشعار أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي. توقيتها الزمني ولحظة وصولها 12 دقيقة 45 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثاني كانت متابعينا الكرام 12 توقيت والزمن 12 دقيقة 47 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. وكان الشعار سلام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث توقيت والزمن 12 دقيقة 48 ثانية جزء وحيد من الثانية. وكان الشعار كان الشعار متابعنا الكرام منصوره محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. تهانينا والناموس للجميع.